أنا أدعوكم إلى التفوق. الدنيا كما ترى، نأكل ونشرب وننام. إن كنت كذلك فأنت واحد من 6,000,000,000. لا تقدم ولا تؤخر. لما لا تكون متفوقاً؟ أن تكون الأول. إن كنت طبيباً الطبيب الأول، إن كنت محامي المحامي الأول. شيء سهل جداً بس يحتاج إلى تخطيط. الحياة أرض ليت بين نفسها.